إطار مثقوب قد يفسد علينا يومنا لأن استبداله يستدعي جهدا كبيرا، لكن إطارات درايف غارد الجديدة من بريدجستون ليست كذلك، إذ أن الشركة تضمن مواصلة القيادة لمسافة 80 كيلومترا. ولكن كيف يكون ذلك؟ هذا ما سيشرحه أحد الخبراء الآن. عندما يكون الإطار مخروقا تشبه السيارة حينها بكرة القفز للأطفال، فعندما يخرج الهواء منها لن يتمكن الطفل من مواصلة قفزه. الأجيال السابقة من الإطارات ذاتية التصليح تصمم دوما بحسب السيارة، ومع درايف غارد يمكننا الآن تقديم حزمة السلامة هذه لكافة السيارات. لمعرفة الفرق بين إطار معتوب وآخر غير معتوب لا بد لي من إجراء مقارنة، لذلك سأقود أولا سيارة بإطارات سليمة. بسبب جدرانها القوية من الداخل توفر الإطارات ذاتية التصليح مع وجود عطب خارجي سلامة أكبر أثناء القيادة، فقد كانت تعتبر حتى الآن إطارات مخصصة لسيارات ما لأن تجهيزها من الداخل جعلها إطارات أقصى، وهذا حد من راحة الركاب ما دفع بعض شركات صناعة السيارات إلى ضبط هياكلها وفقا للإطارات. هذا يكفيني مبدئيا للتعرف على طبيعة الطريق وديناميكية السيارة، لكني أريد الآن اختبار إطارات درايف غارد تحت ظروف قاسية، لذلك سأقوم بخرق الإطار الأيسر الأمامي بهذا المسمار. حصنت نفسي جيدا في بداية الأمر. أثبت المسمار هنا والآن سأسحبه. حتى الآن كان من المعروف في كل الحالات أنه عند سماع هذا الصوت يجب استبدال العجلة، وهذا يستغرق وقتا طويلا بخاصة مع أشخاص غير مدربين على ذلك، والمدة حسبتها المختبرة على سيارتها الخاصة واستعملت في ذلك فقط الأدوات التي تتوفر عادة أثناء عطب يحدث في الواقع. بشكل عام الحذر واجب أثناء استبدال العجلة، إذ يمكن أن يكلف ذلك حياة شخص إذا اضطر لاستبدالها على جانب الطريق مباشرة. ميشيل احتاجت ل12 دقيقة في محاولتها الشخصية هذه. والآن لنعود إلى الإطار ذاتي التصليح المعطوب. من خلال صفائح تبريد على الجدار الخارجي للإطار تمكنت بريدجستون من تخفيف صلابة الجدران الداخلية بعض الشيء، وبذلك صممت الإطار بشكل مريح رغم ميزة القيادة في حالة طارئة. ولذلك يمكن تركيب إطارات درايف غارد على أي سيارة أخرى لها نظام تحكم بضغط الهواء في الإطارات. الشيء الوحيد الذي يشير إلى عطب الإطار هو هذا الصوت. شعور غريب، فهذه هي المرة الأولى التي أتعامل فيها مع الإطارات ذاتية التصليح، فمقارنة بتجارب السابقة يمكنني الآن السيطرة جيدا على السيارة التي تواصل سيرها رغم الإطار المعطوب. إلا أنه لا ينبغي أن ننسى أن الإطار ذاتي التصليح يتميز بصفة السير مؤقتا وليس إلى الأبد، فبعد 80 كيلومترا كحد أقصى يجب استبداله بإطار جديد، أي أن هناك وقتا كافيا لمغادرة منطقة الخطر. استبدال إطار ليس مجهدا فحسب، وإنما قد يكون خطرا على الحياة، لذلك تعتبر الإطارات ذاتية التصليح ضمانة لمزيد من السلامة. هذه التقنية لا يمكنها أن تحمي الإطار من الانفجار، لكنها تؤمن مواصلة القيادة كي لا يعرض المرء نفسه للخطر بوجود إطار معطوب.